انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا بوحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات المختلفة في فرنسا للمرة الأولى منذ 9 أيام بواقع 11 مصابا، ليصبح العدد الإجمالي نحو 2260 مصابا. ومنذ 21 من شهر يوليو الماضي فقد استمر عدد مرضى الرعاية المركزة في الارتفاع باستثناء انخفاض طفيف في 19 من هذا الشهر. قالت الحكومة الفرنسية إن هذه الفترة من ارتفاع أعداد المصابين بتلك الوحدات تتزامن مع الموجة الرابعة من الجائحة. من الجنوب الفرنسي من مرسيليا خالد شقير مراسلنا ينضم إلينا عبر الهاتف. خالد، إلى ما تعزى انخفاض معدلات الإصابات المسجلة بوحدات الرعاية المركزة في مستشفيات فرنسا هذه الآونة؟ تحياتي زميلي العزيز أحمد ليك ولكل السادة المشاهدين. بالطبع أحمد، بفضل التطعيمات تظهر هذه الموجة الرابعة التي تحدث عنها وزير الصحة أوليفي فيران ومعه الهيئة العليا للصحة بفرنسا، محذرا الفرنسيين بأن الموجة الرابعة ليست خلفنا، ولكن يجب علينا جميعا أن نعلم أنه هناك فرق كبير جدا تم تفاديه بفضل التطعيمات. كل 10 متواجدين في المستشفى أحمد أو 10 إصابات منهم 8 من غير الملقحين. تحدث أوليفي فيران عن 48 أكثر من 48 مليون و300 ألف تم حصولهم على جرعة واحدة منهم 43 مليون، وتحدث على أن الحكومة الفرنسية ستصل إلى العدد الذي كانت قد حددته 50 مليون في نهاية هذا الشهر أو الأسبوع الأول من شهر سبتمبر على حد قولي. أحمد، موجود في المستشفيات 5000 أكثر من 5500 فرنسي، وموجودين في غرف العناية المركزة أكثر من 2200. مقارنة بالأسبوع الماضي هناك انخفاض في أعداد الإصابات وانخفاض أيضا في أعداد المتواجدين في غرف العناية المركزة. أحمد، خالد، هناك بعض الدول الآن أصبحت تشير حتى وإن لم تقل ذلك صراحة بأن الفيروس سيكون فيروسا موسميا، وعلى الجميع أن يبدي تعايشا مع استمراريته ولو كان ذلك بشكل موسمي، حتى لو اختلفت أنماط أو بعض الصفات والخصائص لكل موجة على حدة. هل هذه خلاصة مستقرة في فرنسا الآن ولا من الباكر الحديث عن هذا الشيء؟ بالطبع جميع المختصين في الشأن الطبي منهم ديلفريسي رئيس المجلس العلمي الفرنسي وهو المسؤول الأول تحدث عن الجرعة الثالثة. ولماذا الجرعة الثالثة؟ لأنها تفقد الجرعات بعد مرور 6 أشهر عليها قدرتها على مقاومة الفيروس. إذا هذا هو الاتجاه الصحيح. الآن سيمكن أن يكون لقاح كورونا زي لقاح الإنفلونزا على حد قول طبعا البروفيسور ديلفريسي، وذلك لأن نسبة اللقاح مثلا كان 90% للقاح أصبحت بعد مرور أكثر من 6 أشهر قلت النسبة وأصبحت إلى 66%. إذن كل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ويتم اتخاذها أحمد، الحكومة الفرنسية تهدف منها هو زيادة الحصول على التطعيمات لحوالي 2 مليون فرنسي مسن، وذلك لمحاولة حمايتهم من آثار الموجة الرابعة التي لم تنتهي بعد أحد. أخيرا خالد، هل هناك إعادة نظر في أو إعادة نظر في شكل الضغط الذي كان الفرنسيون يشتكون منه فيما يخص بعض الأدوية أو العقاقير التي تستخدم لعلاج إصابات متأخرة لفيروس كورونا في غرف الرعاية الفائقة، تحديدا الهيدروكسيكلوروكين الذي شهد دفاعا كبيرا من البروفيسور ديدي راؤول؟ هل تغير حجم الطلب على هذا الدواء؟ بالطبع أحمد، البروفيسور ديدي راؤول بالطبع هو نفسه سيخسر مكانه هنا في مجال الأبحاث الفرنسية. هناك شك كبير، ولكن جميع الفرنسيين الآن ينتظرون الدواء من شركة سانوفي في نهاية العام، وطبعا تم تحذير الفرنسيين بأهمية الإسراع الآن وعدم انتظار الدواء الذي سوف يظهر إلى العلن، وأن هذا الدواء ليس يعني بديلا عن اللقاحات. بديلا عن اللقاحات. نعم. خالد شقير مراسلنا من مدينة مرسيليا في الجنوب الفرنسي، أشكرك شكرا جزيلا منضما إلينا عبر الهاتف.